عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. لنا حديث حول تواصل النحل، نتعجب من هذا الموضوع كثيرا. كيف يستطيع النحل أن يتواصل بينه وبين طائفته؟ مثال الأقباح مثلا، هي صغيرة 20 في 15 أو في 20 نقول، أكثر من 5 أقباح أو خلايا واحدة فوق الأخرى، والعرض أكثر من 15 قبحا أو خلية. كيف تستطيع النحلة أن تختار من بين هذه الأقباح كلها وتدخل في خليتها؟ هناك أمر غريب وعجيب سبحان الملهم، لا نطيل عليكم في هذا الموضوع. الموضوع شيق ورائع، يتحدث فيه الأستاذ الفاضل الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين حول تواصل النحل وآليات التواصل وكيف يتواصل ويتحدث بينه البين، وكيف يحدد المرعى يمينا يسارا شرقا غربا. فسبحان الخالق، محاضرة قيمة، فكونوا معنا. كيف يتواصل النحل ما بينه وبين ممكن خلايا ثانية، ممكن مع الإنسان، ممكن كذا؟ هذا اللي فهمته أنا من سؤالك أستاذنا الكريم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لخص كل هذا الكلام في آية صغيرة، وأوحى ربك إلى النحل، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى نهاية الآية. يعني إذا فسرنا هذه الآية بتفسيرها الدقيق سنطلع على كثير من علوم النحل حصرت في هذه الآية. أولا أوحى، وأوحى هنا الوحي ربما يكون حسب اعتقادي أنه نوعين من الوحي، الوحي المباشر كما كان الوحي على سيدنا محمد وبقية الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميعا، وإما أن يكون هذا الوحي على صورة إلهام، ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الشخص أو يدفع هذا الشخص لقول معين أو عمل معين، ولكن هو إلهام من رب العالمين يظهر على لسان هذا الإنسان أو على تصرفاته. فربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، برضو أوحى لها وقال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني تصرف غير معقول لأي إنسان، يعني أنت تجد كل امرأة معينة أنت إذا خايفة على ابنك ارميه في البحر، يعني هذا ضد اعتقادات الناس وضد ما يعتقدوا البشر كلهم. طب بدي ارمي ابني في البحر يعني بده يهلك، بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اوحى الى ام موسى، وبناء على وحي الله سبحانه وتعالى هي القت في ابنها في البحر، القته في المخاطر، لكن القته في المخاطر حتى ينجو لحكمه يعلمه الله. فاستاذنا الكريم، يعني هي لغة النحل اللي بفهمها هو لغة الاهتزاز. فالنحل عندما مثلا تخرج بعض الباحثات اللي بنسميه نحن المستكشفات عن المراعي، إذا اهتدت إلى مرعى بترجع على الخلية وتبدأ ترسم على الإطارات على الأقراص الشمعية بشكل زوايا معينة من خلال رقصة بتأديها. هذه الرقصة بتحدد بالضبط مكان المرعى، وكأنه يعني مثل شغل الطيارين، سواء الطيارين العسكريين أو المدنيين، وبتعمل إحداثيات بتحدد من خلال هذه الإحداثيات المكان على النحل أن يتوجه إليه، وبتحدد طبعا نوعية الزهرة هذه، هل هي رحيقية، هل هي غبارية، إلى آخره. لكن داخل الخلية هذا هو مكان مظلم، يعني النحل مش رح يشوف النحل هذه اللي بتعمل إحداثيات
ولكن من خلال هذه الاهتزازات اللي هي بتسمعها وبتعملها بتكون محسوسة للنحل المجاور إلها على نفس القرص الشمعي. وهذه الاهتزازات أو هذه الرقصات تحفظها بعض العاملات وتنقلها إلى الإطار الآخر، فالنحل الموجود على الإطار يتحسس هذه الاهتزازات ويفهمها وينقلها إلى النحل الآخر، فتتجه هذه الشغالات إلى المكان السروح هذا المحدد تقريبا، يعني بشكل دقيق جدا جدا. فالناقل لهذه الحركات هو الشمع، من هنا تأتي أهمية الشمع في حياة النحل. بدون الشمع لا يستطيع النحل أن ينقل هذه الحركات أو يحدد هذه المسافات، أو يعني خلينا نقول يعمل الإحداثيات اللازمة حتى يفهمها النحل الآخر. الشيء الآخر أنه في النحل ممكن أنه ينقل أو يعبر عن مشاعره من خلال الأصوات. فمثلا الملك العذراء عندما تخرج من البيت الملكي، فإذا ما كان في موسم تطريد والنحل ما بده يعني يتكاثر وبده بس ملكة واحدة والباقي طبعا بيكون في الخلية أكثر من ملكة، فمجرد ما خرجت أول ملكة بتبدأ تطلع أصوات، هذه الأصوات تشير إلى النحل الآخر إنه أنا هاي خرجت كملكة فأقتلوا الملكات اللي لسه ما خرجت. وبالتالي بهذه الحالة يتوجه النحل إلى البيوت الملكية الأخرى ويقوم بتدميرها. إذن في لغة تواصل من طريق الاهتزاز، في لغة تواصل عن طريق الصوت، كمان في لغة تواصل برضو في داخل الخلية اللي هو عن طريق التلامس. الملكة في الخلية في إلها تصدر عنها فرمونات، هذه الفرمونات يعني تقريبا هي اللي تعطي إشارات للنحل يعني كيف يتصرف. وعلى الأقل يعني بنقول إنه النحل من خلال هذه الفرمونات أو من خلال هذه الرائحة يتلامس النحل مع الملكة، فتعلق عليه شيء من رائحة الملكة، ونحلة ثانية تلامس النحلة اللي لامست الملكة، وهكذا حتى تنتشر رائحة الملكة في كل الخلية ويبقى النحل يستشعر وجودها. إذا في برضه هون صرنا واصلين إلى مرحلة إنه في مرحلة الإحساس اللي ممكن يعني نطلق عليه السمع، في مرحلة الصوت، في مرحلة الرائحة بتواصل برضه من خلال الرائحة. فإذا اختفت الملكة يعني بسبب معين، النحال قتلها، ماتت فجأة إلى آخره، واختفت الرائحة هذه، يبدأ النحل بالتصرف ويبدأ يعني يشتغل لإيجاد ملكة ثانية تقود هذه الطائفة حتى تستمر حياتها. في برضو عند النحل خاصية تواصل أخرى مع الخارج اللي هي قرون الاستشعار. فقرون الاستشعار هذه هي عبارة عن يعني نقول ملفات عصبية أعدادها كبيرة جدا، وفيها تقريبا 8 أجزاء القرون الاستشعار هذا الواحد، كل جزء له عمله. فمن خلاله مثلا بيقدر النحل مجرد ما انه وقفة النحل على باب الخلية بتحدد هل انه في رياح قوية او في امطار او في درجات حرارة مرتفعة جدا، في عوائق ممكن انه تمنع خروج النحل. فاذا كانت الاجواء غير مناسبة او الاحوال الطقس غير مناسبة في الخارج، فالنحل بترجع وبتبلغ بقية النحل انه في اجواء غير مناسبة وما حدا يخرج. الامر الاخر يعني نتوقع انه النحل عنده حساسية سمع، وهذه حساسية السمع قوية، ودليلنا على هذا الكلام انه في عنا طائر الوروار. فمجرد النحل سمع صوت طائر الوروار بتوقف عن السروح.
رغم انه ممكن يكون صوت الوروار هذا في يعني مرتفع كثير في السماء، لكن النحل بيسمعه وبتصرف وبيعطي اشارات لكل النحل الموجود في داخل الخلية انه ما حدا يخرج من الخلية، لانه في عدو بتربص فيهم بالخارج. فهذا يعني دليلنا على انه النحل برضو عنده طاقة او عنده احساس او عصب سمعي. ويعني هذا ما لدي، وان شاء الله ربنا يكون هيك يعني هدانا ووصلنا لك الصورة. يعني هذا بشكل مختصر، ما عندنا اكثر من هيك. تحياتي لك.